أسر الشهداء ليهم دم. باللي بيحصل ده احنا بنهدر دم الشهداء. ليه بقى؟ انا شايف دلوقتي مؤتمر انتخابي، اللي انا شايفه ده مؤتمر انتخابي وليس دفاعا عن الشهداء، خلاص؟ لسبب بسيط جدا. طب ما في محامين مظلومين في قضايا ومقدمين للمحاكمه، ما بشوفش الناس دي بتدافع عنهم. ليه؟ لان ما فيش اعلام. ولسه بقول دلوقتي انك انت شوف الفتره القضيه بتاعت حسن مبارك ونجلاه وحبيب العدل والمجموعه اللي معاه، انت مش ملاحظ انه بعد المحكمه ما حظرت النشر او منعت الاعلام ان ما حدش من الناس بتوع الشغل الاعلامي المحامين دول كان بيروح؟ وما رحوش الا امبارح عشان المشير كان موجود علشان يعرفوا المشير قال ايه، وفي العادات الخاصه ابتدي اتمنظر عليك واقول لك ده المشير قال كذا، ده انك الراجل عندك معلومات، خلاص؟ فانا بقول بالرد ده، وان هو طبعا وجهه نظرهم تحترم، لكن بالرد ده معناه ان القضيه ستعود مره اخرى الى مربع رقم واحد. يبقى اذا انا كان عندي مجموعه من المحامين الشبان مش مشهورين معمول لهم توكيلات ومتفقين مع اهل الشهداء على اتعاب محدده، انت رحت جاي ناطط على المشهد عشان انتخابات نقابه المحامين او عشان انتخابات مجلس الشعب ايا كانت الانتخابات عشان تظهر في الكادر وفي الصوره، تمام؟ انا ليا سؤال بس واضح، هو حضرتك عايز تعطل القضيه ليه؟ يعني انا شايف ان الرد ده فيه نوع من التعطيل، انت حضرتك عايز تعطلها ليه؟ لصالح مين؟ يعني لدرجه ان في ناس بتقول لك والله ده التعطيل ده بالاتفاق بقى مع حسن مبارك انهم يعملوا كده عشان القضيه تبدا من اول وجديد. فانا شايف ان ما يحدث الان هو شو اعلامي ومؤتمرات انتخابيه وبهدر دم الشهداء، لان انا لو انا على فكره معايا 37 توكيل من 37 اسره شهيد، تمام؟ يبقى حضرتك انا ما بروحش، انا معايا 37 رسمي، خلاص؟ انا اول واحد عملت بلاغ لاول شهيد في هذه الانتفاضه، لسه بقول انتفاضه، هو سيد بلال شهيد اسكندريه، انا العام بلغ باسمي على فكره، خلاص؟ يعني وجود حضرتك في المؤتمر النهارده بصفتك المتابع المحكم المدني؟ لا، انا وجودي النهارده في المؤتمر على فكره بالصدفه، مش عشان انا في المتابع المحكم المدني، عشان كان عندي ميعاد مع النائب العام، لكن انا عايز اقول انه انت النهارده بتعطل القضيه. انا اعرف ان دور المحامي المدعي عن المدعين بالحق المدني اقرا القضيه كويس، ما زحمش زملائي المحامين اللي هم معاهم توكيلات، اساعد النيابه في اظهار الحقيقه، اساعد النيابه انها لان النيابه سلطه اتهام انا بساعدها، انا دوري بقول هذا هو الضرر وهذا هو الخطا وعلاقه السببيه ما بين الضرر الذي حدث والخطا الذي او الجريمه التي ارتكبت، ده دوري. لكن اذا كان دوري بقى هيبقى امام عدسات التلفزيون وامام شاشات التلفزيون عشان انتخابات نقابه المحامين قربت او عشان انتخابات مجلس الشعب قربت، فبقول عيب انك تاجر باي حاجه فيما عدا دم الشهيد. للاسف البعض يتاجر الان بدم الشهيد، ويا ريتهم كانوا سابوا القضيه للمحامين الاصليين. سامح عاشور، انا واضح انا اهو راجل. وبالنسبه لعدم الثقه، الثقه اللي ما بقتش متبادله ما بين الشعب المصري عموما او على الاقل 90% من الشعب المصري وما بين القضاء، هقول لك ليه. ده الجزء كبير منه يتحمله بعض القضاه. ازاي؟ لما يطلع الاخ محمود الخضيري وهو كان نائب رئيس محكمه النقض ويشكك في القضاه، انا لازم اصدقه، خلاص؟ لما يطلع غير محمود الخضيري، يعني لما يطلع حد من جوه، ما انا بقول لك يا بيه، لما يطلع حد من جوه اسره القاضي ويشكك، طب الراجل الشعبي بقى البسيط اللي هو الميكانيكي او السمكري او الحلاق، هو لازم يصدق.